هنبدأ الدرس الخامس في تقنية البلوكتشين عن بروتوكول الإجماع. لو شفنا الصورة دي بتمثل واحد من المراكز بتاعت الفيسبوك. فيسبوك عنده داتا سنترز مختلفة. واحد يقول العلاقة شنو بالفيسبوك مع البلوكتشين. راح أوضح إنه ده مثال للنظام المركزي centralized system. البلوكتشين عكسه هي decentralized system. فالنظام المركزي تلاحظ كمية من الموارد والصرف، مبالغ ضخمة، أماكن كبيرة، عمال، موظفين، مهندسين، صيانة، صرف كهربي. فلو جينا ناخذ احصائيه عن الفيسبوك كمثال للنظام المركزي، بنلقى انه عنده 12 مركز للداتا سنتر، واحده منهم الرسمه دي، وتسعة منهم في الولايات المتحده وثلاثه في اماكن متعدده. المساحه بتاعته تحت المراكز دي حوالي 15 مليون قدم، وفي برضو عده ملايين ثانيه للمراحل او التخطيط الجاي. الكلام ده في 2010 تقريبا. لو شفنا السيرفرات اللي عند الفيسبوك عشان يقدر يخدم الناس عشان يكون نظام مركزي يعني سريع، فبدأ ب10,000 سيرفر كانت في أبريل 2008. لما جاء عام 2009 بقت 30,000 سيرفرز، وفي 2010 60,000 سيرفر هي شغالة في مراكز الفيسبوك. الآن ما عارف العدد، حيكون كمية ضخمة جدا من السيرفرز دي كلها سنترز بتخدم الناس. يعني انت عشان تقدر تعمل نظام مركزي لازم تصرف صرف كتير عشان النظام يكون شغال سريع. بالنسبة للبلوكتشين هي عكس الكلام ده، هي decentralized system، نظام لا مركزي، وما في مكان واحد زي الفيسبوك. الآن السنترز موجودة في أماكن محددة. لا، البلوكتشين غير إنها لا مركزية، يعني شغالة بير تو بير، ما سيرفرز بتخدم ناس، وإنما كل الكمبيوترز المشاركة في البلوكتشين زي بعض بيرز أو نظراء. بالإضافة لكده هي موزعة في أماكن مختلفة من العالم، في دول مختلفة، في أماكن مختلفة، وبتوفر الشفافية. ذكرنا الكلام ده، الشفافية يعني أي شخص، أي عضو في الفيسبوك بيقدر يشوف الداتا الموجودة في البلوكتشين، والخصوصية، لأنه الناس اللي بيضيفوا البلوكتشين ما بيظهر أسماءهم، تظهر أسماء مستعارة anonymous، والأمان عندها security عالي وعندها ثبات. ثبات يعني ما بتتغير الداتا، immutable. فإذا كان الشبكة هي لا مركزية وموزعة وما عندها داتا سنتر وما عندها سلطة مركزية عشان تتحقق من البيانات اللي بتضاف بالبلوكتشين، وبعد الكلام ده كله هي عندها بياناتها ما بتتغير، موثوق بها. سبب التأمين والموثوقية دي سببها بروتوكول الإجماع ده اللي حنتكلم عنه الآن باختصار. بروتوكول الإجماع هو السبب في حماية الشبكة من التزوير، هو السبب في بدل السلطة المركزية اللي بتعمل تتحقق من صحة البيانات، البروتوكول الإجماع هو اللي بتصحح أو بتحقق من صحة البيانات. برضو ذكرنا في تعريف البلوكتشين إنها موجودة في يعني مكونة من full nodes اللي هي عقد كاملة. العقد الكاملة دي منتشرة في أماكن مختلفة في العالم، يعني زي ما شايفين في الصورة دي هنا ممكن يكون عنده عقد في أماكن مختلفة وكثيرة جدا، ممكن تكون آلاف العقد. الداتا بتاعت البلوكتشين السلسلة كاملة موجود منها نسخة في كل جهاز من الأجهزة المنتشرة في العالم. دي واحدة من الحماية الريلايبيلتي، إنه إذا ضرب أو تعطل أجهزة تظل أجهزة تانية فيها العقد. آلاف الأجهزة في أماكن مختلفة فيها نسخ، نفس النسخة من البلوكتشين، يعني النسخة تيبيكال. طيب إذا شخص عايز يضيف كتلة للبلوكتشين، نحن قلنا مثلا في البيتكوين بلوكتشين، البلوكتشين بتاع البيتكوينز كل 10 دقائق بتضاف بلوك، بتضاف كتلة. فطيب لو نحن عايزين نضيف كتلة، منو اللي بيضيفها من الأجهزة الموجودة في
العقد دي الفول نوتس. هنا بكون عندي ناس اسمهم الماينرز المعدنين، هم بيتسابقوا في إضافة كتلة جديدة للبلوكتشين. طيب إذا واحد من الماينرز فاز وقدر يضيف كتلة، الكتلة دي هو بيضيفها في السلسلة اللي عنده في الجهاز، لكن بيرسل ببث الكلام ده لكل الأجهزة، كل الأجهزة تعمل سينكرونايز تضيف نفس الكتلة بعد ما هي توافق على إنه الماينر ده الكتلة حقته صحيحة، يحصل لها فيريفيكيشن يتأكد إنها صحيحة، وافقوا على كده، دل consensus الإجماع، أجمعوا كلهم أو أكثر من النص يعني 51% من النوتس توافق إنه الكتلة دي صحيحة، فهم يضيفها ويبثها للباقين يعملوا أبديت للبلوك تشينز النسخ اللي عندهم في أجهزتهم. فكيف بتم الإجماع على الكتلة دي؟ نحن قلنا كل الأجهزة توافق على إنه الكتلة دي صحيحة. طيب كيف؟ هنا بيجي دور حاجة اسمها خوارزميات الإجماع، يعني في خوارزميات مستخدمة هي اللي بتحدد كيف يتم الإجماع، وكل بلوك تشين بيكون عنده خوارزمية معينة شغال بها في إثبات صحة البيانات والإجماع على صحة البيانات اللي قام بها واحد من الماينرز المعدنين الموجودين في الشبكة. إذن خوارزمية الإجماع هي إجراء من خلاله كل الأغران، كل الفول نوتس في الشبكة يتصلوا أو يتوصلوا إلى اتفاق مشترك حول الحالة بتاع دفتر الأستاذ الموزع، يعني البلوك تشين الحالية دي اتفقوا على أنها هي صحيحة ويمكن أن تضاف للبلوك تشين. بالطريقة دي بتأكد بروتوكول الإجماع من أنه كل كتلة جديدة عايزين نضيفها بيكون تمت إضافتها للبلوك تشين، بتكون هي الإصدار الوحيد للحقيقة. يعني ممكن يكون في كتل كثيرة عايزين نضيفها، فالخوارزمية دي بتشتغل على أساس إنه الكتلة واحدة من الكتل دي هي فيها الحقيقة وهي اللي وافقوا أجمعوا على إنها تضاف للبلوك تشين أو في البلوك تشين. خوارزميات مختلفة طبعا، مثال لها عند الأمثلة دي لخوارزميات يمكن في بعض الدروس نتكلم عن بعضها بالتفصيل. خوارزمية اسمها إثبات العمل اللي هي اسمها Proof of Work، والبروف اوف ورك دي أول خوارزمية اشتغلت في البلوك تشين بتاع البيتكوينز في 2009 ساتوشي ناكاموتو، استخدم هذه الخوارزمية في التحقق من إضافة الكتل الصحيحة للبلوك تشين. أيضا في خوارزمية اسمها إثبات الصحة، في خوارزمية الحرق اللي هي البير بروف اوف بير، في بروف اوف كاباسيتي، وكل هذه أمثلة لخوارزميات مختلفة، بعضها مستخدم في البابليك بلوك تشين وبعضها مستخدم في البرايفت بلوك تشين، لكن أشهر خوارزمية هي البروف اوف ورك وهي المستخدمة في البيتكوين بلوك تشين. طيب البروف اوف ورك هي بيتم الاتفاق، يعني بتكون في خوارزمية في البروف اوف ورك، بيكون في مسألة أو لغز مسألة معقدة، بيطلب من كل الناس الفول نوتس اللي عايزين يشتغلوا تعدين يطلب منهم يحلوا الخوارزمية دي البروف اوف ورك. اللي بحل الخوارزمية أول واحد يصل للحل هو اللي بيقدر يضيف كتلة جديدة، وهو بيكون الفائز وهو بيحصل على مبلغ مالي من البيتكوينز تضاف لحسابه، يعني بياخد جائزة في انه حل الخوارزمية بسرعة وياخد يقدر يضيف كتلة. فاللي بيصل للحل بيعمل برودكاست يبث الحل لكل النوتس فتوقف عن العمل انه خلاص انا حليت المسألة ويحصل على جائزة. المشكلة بتاعت الخوارزمية بتاعت البروف اوف ورك دي انها بتحتاج، طبعا في بدايات 2009 كانت الخوارزميات سهلة وكان حلها بسيط، جهاز كمبيوتر عادي لابتوب ممكن يحل الخوارزمية، وكل ما مشينا لقدام وكل ما كتر المشتركين في الفيلم نوتس اصبحت الخوارزمية اعقد
وبقت لازم أجهزة سريعة، وتاني الناس بقوا يستخدموا بول اوف ماينرز، مجموعة من الماينرز كلهم يشتركوا بالأجهزة بتاعتهم عشان يحلوا الخوارزمية. وبعد ذلك جات أجهزة، يعني الواحد يكون عنده 100 و200 جهاز كمبيوتر يشتغلوا كلاستر مع بعض عشان يحلوا الخوارزمية. فدي فيها انفاق وهدر للحوسبة الكمبيوتينج باور والكهرباء، الطاقة الكهربية وشراء أجهزة و كثير من الموارد بتهدر في حل المسألة تحت الخوارزمية. الفائز زي ما قلنا بيحصل ليه؟ على مكافأة. طيب دي يعني فائدة شنو في تأمين الشبكة؟ الفائدة إنه دائما الهاكرز أكيد ما بكون يعني ما بكون عنده هاردوير كبير وضخم عشان يحل خوارزمية عشان يحصل على مبلغ مكافأة، بكون عاوز يشتغل من أي جهاز يدخل عليه، وبالتالي بكون من شبه المستحيل يكون في هاكرز يشتغل يحل الخوارزمية. بالتالي معظم الناس اللي بيحلوا الخوارزمية دول بيكونوا ناس أعضاء في البلوك تشين حقيقيين وليس ماليشيس. دي باختصار عن الكونسنسس الإجماعي.